إدلب كفر سجنة 10/4/2013. هذا هو حال الأطفال في بلدة كفر سجنة، يلتجئون في المغر والكهوف خوفا من راجمات الصواريخ التي تتساقط عليهم يوميا. وقد حولوا ألعابهم إلى تحت الأرض بدلا من فوقها. إدلب كفر سجنة 10/4/2013. حال الأطفال يلتجئون في المغر والكهوف خوفا من راجمات الصواريخ التي تتساقط عليهم يوميا.